السلام عليكم طلاب. طلاب، رجعنا وياكم حلقتنا اليوم اللي نتناول بها الحظويات، وأيضا نتناول بها حل الواجبات مع الموضوع السابق اللي هو الضرورة وعدم الضرورة. يلا، هو شلون يجينا بالوزاري؟ عودناكم يجيكم على شكل اختيارات، بس مجرد تختار. يلا، هنا المثال الأول: I mustn't لو needn't. mustn't معناها ممنوع، needn't معناها لا يحتاج. دوش يقول be back later than 8 o'clock tonight، انه ارجع متأخر كلش اكثر من الساعة 8 بالليل. شو تقولون، ما يحتاج لو ممنوع انه ارجع متأخر؟ مصنت عافية، مصنت. دلالتي شنو كانت؟ هاي be back later، انه ارجع متأخر. هاي من تلقوه بجملة السؤال فتختارون مصنت. السؤال بعده استاذ، هاب شارحة. اي شارحة، مو هذا الواجبات ما حليناها، جاي حل الواجبات. يلا السؤال بعده: you don't have to لو must. don't have to معناها ايضا لا يحتاج، لو must اللي معناها يجب. pick me، انت تاخذني. pick me up in the car، تاخذني بسيارتك. I will get the bus، انا راح اركب بالباص. زين، اذا انا اركب بالباص بعد يحتاج اقول له لازم تاخذني؟ اكيد لا. فش راح اقول له؟ راح اقول له don't have do not have to، عافيه، لا يحتاج. عافيه، do not have to، لأن دلالتي لقيت كلمة باص، بس لقيت باص حافلة يعني ما يحتاج تاخذني، فأقول له don't have to. يلا المثال اللي بعده: لأن لقيت بعد القوس smoke تدخين، فالتدخين ممنوع لأن مضر بالصحة، فش أقول له؟ أقول له مصنت. يلا، مو أنا أدا أخدم الطلاب الأقوياء واللي معتمدين على الدلال. شلون بالأقوياء؟ الأقوياء جاي أترجم لهم حتى يقوم بالقطعة الخارجية. دي يقول له please put out your cigarettes، رجاء أطفئ سجارتك. you mustn't، أنت ممنوع. لو needn't، لا يحتاج. smoke in the hospital، أن تدخن بالمستشفى. شو تقول، ممنوع لو لا يحتاج؟ أكيد ممنوع، فنقول له mustn't. زين، السؤال بعده: there is petrol، هنالك بترول. يلا، هاي دلالتنا للطلاب اللي يعتمدون على الدلالة. بترول يعني وقود، فمعناها لا يحتاج، needn't، يعني إذا سيارتك بيها بنزين ماكو داعي تروح تفول. فوش ديقل له؟ ديقل له there is petrol، أكو بترول in the car، في السيارة. so you needn't، أقول له needn't لأن شاكو كلمة بترول. حتى دا أقول له حتى أنت لا يحتاج go to the petrol station، إلى محطة الوقود، يعني سيارتها بيها وقود ما يحتاج تروح المحطة الوقود تفول. زين، المثال الخامس: you mustn't لو needn't. يلا، ممنوع لو لا يحتاج. go to the store today، طبعا كلمة today هي دلالتكم، قلت لكم إذا تشوفوها تستخدمون لا يحتاج اللي هي needn't. عافية، بس هنا احنا بدنا نفهمها أكثر للطلاب الأقوياء. دا يقول you needn't، أنت لا يحتاج go to the store، الذهاب إلى المحل today. ليش؟ there is plenty of food، هناك كمية كافية من الطعام. in the fridge، في الثلاجة، يعني الثلاجة مليانة أكل، ليش تروح تشتري؟ زين، المثال السادس: you don't have، تتلاحظ هنا أن الهاف ناقصها to، التو ما موجودة، يصير آخذها إذا انقطع الميصير. فجوابي راح يكون هو الجواب الثاني اللي هو منه؟ اللي هو needn't، وأيضا دلالتي هي كلمة باز، ونفس هذا المثال تكرر. يلا المثال اللي بعده: هبة needn't لو mustn't، go to the supermarket today، هاي today دلالة، من ألقاها شاخذ أخذ needn't. عافية، لكن أنا أبدأ أترجمها للطلاب الأقوياء. شو راح نقول؟ راح نقول هبة needn't، هبة لا تحتاج. go to the supermarket، الذهاب للسوبرماركت اللي هو الأسواق. today اليوم. because دانا، لأن أختها دانا شبيها، went yesterday، ذهبت أمس، لأن أختها أمس راحت وسوقت. المثال الثامن: drivers mustn't، السائقين لا يجب، يعني ممنوع، لو don't have to، لو لا يحتاج. jump the red signal، أي تخطي الإشارة الحمراء. يلا، لا يحتاج لو ممنوع. عفية، ممنوع، mustn't. وإحنا دلالتنا هنا هي red signal، أي الإشارة الحمراء، من أشوفها أخذ mustn't، يعني معناها لا يجب. المثال اللي بعده: you mustn't لو don't have to، يعني ممنوع لو لا يجب. speak to the driver، أن تتحدث إلى السائق. when the bus is moving، عندما الباص يتحرك. it is dangerous، أنه خطير، يعني شو أقول؟ ما صنت. عفية، ممنوع. شو نحكي ويا السائق وهو يسوق؟ شنو أحسن يوديني بحادث؟ ف
فإذا أقول مصنت، دلالتي هنا شنو للطلاب اللي تعتمد على الدلالة؟ هي كلمة dangerous، خطر. من أشوفها أختار مصنت، ممنوع. شلون معقولة أعرف حياتي الخطر؟ زين، السؤال الأخير police officers، ضباط الشرطة. must اللي معناها يجب، لو don't have to اللي معناها لا يحتاج، prevent crime يمنعون الجرائم. شو تقولون؟ لا يحتاج يمنعون الجرائم لو يجب يمنعون الجرائم؟ أكيد يجب. must يجب. عفية must، لأن الدلالة مالتي هي prevent crime. أحسنتم. هسه لنا خلصنا حل الواجبات، نطب الحظيات تكملة. يلا عدي هاي الكلمات، ما مطلوبة منك تحفظ إملاءها، مو مثل الأسماء المركبة. الأسماء المركبة مطلوبة، لكن هاي ما مطلوبة، هاي أريدها منك بس معنى، بس تفهم معانيها. يلا ركزوا وياي. عدي كلمة باجج. شنو يعني باجج؟ يعني أمتعة أو حقائب سفر. زين، كونفير. كونفير تجو ياها كلمة بيلت، دائما تجو ياها كلمة بيلت. يلا اكتبها يمك على الملزمة، دائما كلمة كونفير تجو ياها كلمة بيلت، BELT. دونها هسا يمك على الملزمة إذا أنت ساحبها. فدائما الكونفير تجو ياها بيلت حتى تصير كونفير بيلت. شنو يعني كونفير بيلت؟ يعني حزام نقل البضائع، هذا اللي موجود بالمطارات. إذا طابين بالمطار المسافرين من يجون؟ من الموظفين ينزلون الحقائب من الجنطة مع الطيارة، وين يودوهم؟ ما يطوه المسافر قبل، وين يعرفوا الجناط وعليها وصولات حتى يعرفون صاحبها منه؟ زين، يودوها بهذا الحزام، وهذا الحزام نص المطار يفتر على شكل دائري ويظل يفوق بالجنط. فالمسافر من يجي يدور بهذا الحزام، يشوف جنطة جاية بالحزام، هي كل ساعة تظل تفتر تروح وترجع حد ما يلقاها المسافر وياخذها يسحبها من الحزام. زين، فهسه ايش عندنا؟ كونفير تجو ياها كلمة بيلت اللي هي BELT، هي هسه ما مكتوبة، كنت تكتبها. زين، كونفير بيلت يعني حزام نقل البضائع. ديكلير يصرح او يعلن، هذا فعل. dispose of يتخلص من، get rid of ايضا يتخلص من. طلاب هذني الفعلين لازم حفظ حتى املاء، هذني اللي هن dispose of و get rid of، هذني لازم تحفظ لياه لان جاياتك بالمرادفات، وراح اوضح لك شلون. يلا ايش عدي؟ وراح عدي drive، يقود يسوق سيارة. يعني عدي هالدور كلمة unattended. عدي كلمة شنو؟ unattended. دقيقة طلاب، unattended يا طلاب هذه دائما يجي قبلها كلمة leave أو left، واحدة من عدهن. يلا دونها يمك حتى تنساها، دلالة حتى خاف تضعيف بالإسقاطات. لو تلقى قبلها leave، لو تلقى الماضي مالتها، شنو الماضي مال leave؟ يلا خدنا leave، لو ما خدنا بالأفعال left، LEFT احتمال بعدنا ما وصلنا له. leave شنو الماضي مالتها؟ leave معناها يترك، leave معناها يترك، ماضيها left. فإذا لقينا leave أو لقينا left، فاللي بعدهن شنو لازم تكون؟ لازم تكون هاي الكلمة اللي هي unattended، يعني الواحد يترك محفظته بدون عناية. فكلمة unattended معناها بدون عناية. زين، الكلمة اللي بعدها empty. empty معناها فارغ أو يفرغ. الكلمة اللي بعدها screen. screen معناها شاشة. الكلمة اللي بعدها obey معناها يطيع. الكلمة اللي بعدها positions معناها ممتلكات. الكلمة اللي بعدها let يدع. زين، ممتاز، خوش طلاب. هسه وين نتوجه لهاي الإسقاطات؟ طبعا هاي الإسقاطات أكو كلمة ما نازلة جوا بالصندوق، خطأ بالطباعة، فأكتبها هنا يمك، هنا يمك يعني بالصندوق، اكتبها بيدك، اللي هي هاي الموجودة فوق، اللي هي شنو؟ اللي هي سكرين. هاي كلمة سكرين اكتبها هنا، يعني بداخل الصندوق. الأستاذ هنا ناسي يكتبها. شنو يعني سكرين؟ معناها شاشة. يلا اش عدي هسه هاي الكلمات قبل أن نطب الإسقاطات؟ هاي الكلمات خلنا نترجمها أنا وياكم وننزلها بالفراغات. احنا ايش قلنا نكتب يا كلمة هنا؟ سكرين اللي معناها شاشة.
يلا ايش عندي كلمات انا هسه؟ عندي اول وحده درايف معناها يقود او يسوق، ثاني وحده اوبي يطيع، ثالث وحده ليت يدع، رابع وحده كونفير هاي اللي تجي وياها بيلت حتى يصير حزام نقل البضائع، خامس وحده ان اتندد مهمل، وسادس وحده اللي قلت لك اكتبها هي ما موجوده اللي هي سكرين. شنو يعني سكرين؟ معناها شاشه. سي شاشه ار اي اي ان. يلا هسه طلاب اريد ننزل الفراغ الاول، شو لقيت بالبدايه؟ ليف. يلا من لقيت ليف يعني شو انزل يا كلمه بالفراغ؟ عفية أنا تندت. يلا للطلاب الأقوياء اللي ما يبدون يعتمدون على كلمات، لا يبي يفهم ليش دي يقول له don't leave، لا تترك your wallet، wallet يعني جوزدانك أو محفظتك، فراغ on bus bench على الاسطبلة هاي اللي يوقفون بها حتى ينتظرون الباص اللي هو موقف مع الباصات هاي الأجانب، مو عندنا مو بالعراق هاي بس بالأجانب. زين شنو عندهم؟ عندهم اكو يصير شلون الكرفان او شلون فد مظله بحيث مكان وبكرسي كراسي او بطبله طبله كراسي طبله شنو بقنفه قنفه تمام بس بلاستيك مرتبه حلوه يقعدون المسافرين وينتظرون الباص يوصل تمام ومظله من فوق حتى خاف الدنيا تمطر حتى يظلون بيها جوا وما يلوحهم المطر. فهاي بالعاده المسافر من يقعد بيها وينتظر الباص بالعاده يعوف المحفظه مالته على الكرسي او الجنطه مالته يعوفها على الكرسي ويروح للباص وناسيها ولا كانه زين وبعدين يتذكر. فهاي بكل بساطه يجي الحرامي يبوقها فهو يقول له dont leave، لا تترك your wallet محفظتك شنو unattended مهمله، لا تتركها مهمله لا تهملها. يلا المثال اللي بعده you mustn't، انت لا يجب يعني ممنوع فراغ without your seat belt يعني من دون حزام الامان. انت لازم شنو؟ لا لا حزام امان، لازم من دون حزام امان شنو انت؟ لا 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 هاي سيت بولت مو بس بيلت، احنا نستخدم كونفير لما نلقى بيلت فقط ونلقاها بعد الفراغ مباشرة، هاي مو بعد الفراغ مباشرة، هاي هنا تريد معنى طلاب، هنا شو تريد؟ تريد معنى ممنوع السوق. عفية دي يقول لي انت ممنوع السوق فشن ننزل ننزل كلمة درايف مصنت درايف انت ممنوع السوق. شو السوق؟ سيارة اكيد. without شنو يعني without؟ without معناها بدون، بدون شنو؟ your seat belt بدون حزام الامان انت شنو؟ ممنوع السوق. يعني شنو دلالتنا السنانة؟ دلالتنا لان لقينا without seat belt بدون حزام امان فش نقول له؟ نقول له درايف يعني مصنت درايف ممنوع السوق. هسه هنا صارت واضحة. إذا شو ننزل هنا؟ إذا فوق قلنا شو ننزل؟ فوق ننزل unattended هاي فوق بالفراغ الأول. يلا اكتبها اكتبها ما دام ساحب الملزم اكتبها بالفراغ. حل حلو وياي حتى لا تنسى اكتبها برصاص unattended. وبالفراغ الثاني ايش تكتب؟ نكتب drive يعني you mustn't drive انت ممنوع السوق without your seat belt من دون حزام امانك. يلا المثال اللي بعده you must انت يجب فراغ people cross الناس يعبرون. اذا انت يجب شنو حتى الناس يعبرون؟ نقول له let let اللي معناها يدع. فاحنا ايش نقول؟ انت يجب ان تسمح او تدع الناس شنو؟ يعبرون. يعني انت ذا سايق سياره ودائما داي السرعه فالشخص شلون يعبر الشارع؟ اذا انت كل ما تمشي بالشارع داي السرعه فانت لازم تخفف شويه حتى تعطي مجال للانسان انه يعبر الشارع. فايش دا يقول؟ يو ماست فراغ بيبل كروس انت لازم فراغ الناس يعبرون. يعني ايش اقول له؟ تسمح للناس ان يعبرون. فشنو كلمة تسمح او تدع؟ هي let let عافية let بمعنى تدع فيصير you must let people cross the street pedestrian crossing يعني مكان عبور المشاة. اكو اماكن خاصة
بالاجانب يم المورو يصير الشارع مالته مخطط باللون الابيض، هاي الاماكن هي مخصصه للعبور، فالانسان لما يعبر من عندها بعد تغصبا عليك توقف وتخفف، لازم تسمح لهم يعبرون. شلون يعني يظلون على مودك ما يعبرون واذا كلها تفكر مثلك الناس بعد ما تعبر؟ زين يلا المثال بعده. I put my bags، انا وضعت حقيبتي on the على الفراغ built. يلا لقينا كلمة built بعد الفراغ، اذا بهذا الفراغ شن ننزل يا كلمة؟ يلا هسه اجا وقتها ننزل كلمة conveyor. عافية، حتى الصيف conveyor built. شنو يعني conveyor built؟ conveyor belt يعني معناها حزام نقل البضائع. اها عاش سيديك، جيد ممتاز. انا مشكله ما اقدر اكتبها لان الفراغ صغير، فنكتب هنا كلمه conveyor belt. هي هي يعني ما شبعان نوم اليوم. يلا اذا ايش نكتب هنا؟ نكتب هنا conveyor شنو، وتجي تنزل يمها البيلت. حتى ويا الconveyor belt شو تكون لنا الكلمه؟ حزام نقل البضائع. يلا المثال الخامس. Drivers must، السائقين يجب. The speed limit، السرعة المحددة. لازم شنو؟ يلتزمون بالسرعة المحددة أو يطيعون السرعة المحددة. هي يا كلمة؟ كلمة obey. شنو يعني obey؟ يعني يطيع. يطيع. فهنا Drivers، السائقين must obey، يجب أن يطيعون. أوبي نزلها بالفراغ، شو يطيعون؟ The speed limit، السرعة المحددة. زين The security guard، حارس الأمن. Saw the thieves، رأى اللصوص. Because، بسبب. He was watching، هو كان يشاهد. يشاهد شنو؟ The فراغ. يلا شنو شو يشاهد؟ سكرين. عافية عافية. سكرين كان يشاهد الشاشة مع الكاميرات، شلون شاف الحرامية؟ زين فننزل كلمة سكرين بالفراغ، إذن هو كان يشوف بشاشة المراقبة مال الكاميرات وشاف الحرامية. زين هاي اللي هنا أنا خلصت. هسه شنو عندي بعد؟ عندي ذني أيضا تجي إسقاطات، ركز وياي. كلمة without someone looking after it، without معناها بدون، looking after الاعتناء يعني بدون عناية، فش نقول عليه؟ نقول عليه unattended. شوف ان الكلمات فوق موجودة بالصندوق، انت بس تنزلها بالفراغ المناسب، مثل ذن اللي قبل شوي حليناها، هم نفس الشيء، هن اسقاطات. يلا ايش عندك؟ عندك empty. نعم مو حال السؤال؟ ها محلول هذا، ايه هذا محلول، هذا اني محلولات ترى طلاب. زين يلا بس ركزوا يا انت، ما راح تجيك محلولات، هاي كان ملزمة محلولة حتى يخلي الطلاب، يعني اكو طلاب حتى حل تتعاجزت حل. يلا استاذ على مود الترجمه. اها على مود الترجمه، يلا ركزوا وياي. هسه امتي فارغ، باجج قلنا امتع، unattended مهمل او بدون عنايه، ديكلير يصرح او يعلن، ديسبوز اوف يتخلص من، قلنا هذا ديسبوز اوز لازم تحفظ املاءه لازم. يلا ركزوا وياي. يقول without someone looking after it، يعني اكو فد شيء شخص ما يعتني به، شو نقول عليه؟ نقول عليه unattended. شنو دلالتك؟ انا اقول لك بالانجليزي عندنا الفعل look شنو معناه؟ معناه ينظر. ينظر يعني ينظر. خدناها بالثالث، قلنا look اذا يجي بعدها حرف الجر for، look for معناها يبحث، واذا look يجي بعدها حرف الجر after، خدناها بالثالث اذا تتذكرون، look after معناها يعتني. هاي نستخدمها دائما للاطباء وللممرضين، look after يعتني. فانا هنا شو لقيت؟ لقيت looking هي نفسها look لكن ضايفين لها ing ووراها after يعني عنايه. يلا شنو هو اللي يتعلق بالعنايه؟ بس هو دقيقه، هو ما دا يقول بس عنايه، هو قايل without looking after يعني بدون عنايه. شنو هو اللي معناه بدون عنايه او مهمل؟ هو unattended. شنو يعني unattended؟ بدون عناية. بدون عناية. فأنزل كلمة unattended بالفراغ. يلا المثال اللي بعده. bags. bags مو معناه حقائب؟
يعني 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 شنو الشبيهة إلها فوق؟ هي باجج. شنو يعني باجج؟ يعني أمتعة. أستاذ هاي مرادفة إلها؟ أي مرادفة. باجز حقائب. يا هتسجلها؟ أي نعم مرادفة. باجج باجز حقائب. شوف نفس الكلمة. باجج يعني أمتعة. فأنت شو تنزل؟ أنت تنزل بالفراغ باجج. هي راح تجيك إسقاطات. يعني ما تجيك مرادفات. انت بالك مرتاح، الكلمه فوق موجوده تنزلها بالفراغ. زين بس احنا يلا هسه مو للطلاب الضعفاء اللي يعتمدون على المعنى اللي يعتمدون على الدلاله، عفوا خلينا نشوف الطلاب الاقوياء. دي يقول باجز حقائب ان سوت كيس وامتعه ذات كاري يور بوزيشنز التي تحمل ممتلكاتك اون ا جورني في رحله. شو نسميها؟ ننزل كلمه باجج اللي هي الامتعه. شنو اللي تاخذه وياك لما نسافر؟ حتى تضم شغلاتك بي، هدومك، أكلك، أكيد أمتعة اللي هي الحقائب. فش نقول عليها؟ باجج. فننزل الباجج بالفراغ. المثال اللي بعده: There is no thing empty. هنا بدي يقول There is nothing in it. لا يوجد شيء في داخله. يعني شلون واحد يقول بطل فارغ ما بي شيء؟ فش ننزل يا كلمة؟ انزل كلمة empty بالفراغ. شنزل؟ يلا يا طلاب انزل شنو؟ empty بالفراغ. empty طلاب هاي الامتي لازم تحبون املاها. ليش؟ لان هذا لان كلمة صغيرة فجاية على شكل مرادفات. شون؟ يعني قايل لك there is nothing in it، لا يوجد شيء بداخله، ومطيك يمها فراغ، والكلمة ما حاط لك اياها فوق بالصندوق، لا يريدك انت تتذكرها وتكتبها بالفراغ. فانت شنو كنت تكتب هي؟ اكون حافظ املاها اللي هي empty اللي معناها شنو؟ معناها فارغ. المثال الثالث وايضا المثال الرابع، يلا ركزوا وياي. throw away هذا فعل مركب، معناها يتخلص من or get rid of، او ايضا يتخلص من، والباقي فراغ. فانت ايش تكتب بالفراغ؟ شنو المرادف مالته اللي نفس المعنى اللي هو dispose of؟ اذا اجتك اسقاطات يعني بالصندوق فوق فتنزلها مثل ما هي بالفراغ، واذا هاي ما اجتك اسقاطات فايضا كن انت حافظها. ليش قلت لك احفظ ليها قبل شوية؟ dispose of و get rid of دنيا لازم تحفظها، لان مرات يقول لك بس throw away، يعطيك بس هاي الكلمتين throw away. استاذ هم نحفظ صيغة السؤال؟ لا لا هي هيك راح تجيك. throw away شنو يعني؟ throw away يعني يتخلص من، والباقي فراغ. فانت شو تكتبين؟ تكتبين لو get rid of، لو dispose of، وحدة منهن بس، ما اريد اكثر. اي وحدة منهن؟ صار واضح؟ زين اذا اجتك، اذا اجتك اسقاطات شلون هسه هاي جايب لك كلام اللي هو throw away or get rid of والباقي فراغ، يعني هاي جاي اسقاطات، فتنزلين هاي dispose of بهذا الفراغ. طلاب وياي لو بعدكم ما مصحصحين وياك استاذ. نعم استاذ وياك. على هاي الدلاله اي get rid of اشوفكم بالصفنون عبالي ما جت تستوعبوها. زين يلا المثال اللي بعده. say نقول you are carrying، انت تحمل something شيء ما، you need to pay duty on، انه انت تريد تطلع اكو شيء بقلبك، تريد تطلع للناس، تريد تعلن عنه. شلون واحد يريد يعلن انه هو يابا تزوج؟ يعني والله بقلبه اللي يريد يقول للناس يابا ترى انا تزوجت. فمن يريد يعلن فتشي مهم، فش نقول عليه؟ declare. شنو يعني declare؟ ننزل كلمة declare بالفراغ، معناها يعلن، يعلن أو يصرح. صار واضح؟ أستاذ واضح. عاشت يكم. زين 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 زين. حس اللي هنا خلصنا. يلا راح ننهي وياكم الحلقة. عندكم سؤال؟ ماكو سؤال ان شاء الله؟ يلا ممتاز.